للفترة فعلا اللي جاية واللي احنا فيها دلوقتي. ومحمد صلاح احنا عندنا دلوقتي غينيا وإثيوبيا وماتشات مهمة، وناس كتير بتتساءل عن جاهزية محمد صلاح وهيأدي ازاي. الفكرة هنا النقلة دي بقى نفسيا كمان هتبقى استعداداتها ازاي. يعني كمجمل انا عايز اتكلم انا وكريم مع حضرتك في ملف محمد صلاح. محمد صلاح طبعا، محمد صلاح الفترة اللي فاتت اتحمل ما لا يتحمله اي بشر من ساعة ما كان بيقدم على المنتخب في الأمم الأفريقية وفي تصفيات كأس العالم. كان في ضغوطات كبيرة جدا جدا عليه، في ناس أنصفته واتكلمت عليه كويس جدا، وفي ناس عندها الهجوم المباشر على أي حد ناجح عموما، بتكسر مقاديف أي حد يكون ناجح. العكس بره، كل الاهتمام وكل الدعم اللي موجود لصلاح بره بصراحة ما بشوفوش في مصر، من 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 امكانيات الناس الاعلاميين، من الناس الفنيين، ما حدش اثر مع صلاح بره. هنا حطوا عبء كبير جدا جدا عليه. صلاح لعب المباراه كلها بالاكسترا تايم بتاعه، اجهد تعب، الناس برده اللي كانت جنبه ما فيش المسانده والمساعده زي ما بيلعب بره. كل ده كله صلاح اتحمله. معلش انا عندي بس هنا تحفظ في تفصيله صغيره جدا. اتفضل. محمد صلاح في مصر وفي العالم العربي لفترات طويله جدا، يعني كواليتي الكلام اللي دايما بيتقال عليه مفيش احلى من كده، يعني كنا بنتغنى بيه زي ما الانجليز كانوا بيتغنوا بيه او ما زالوا بيتغنوا بيه. يمكن في اوقات معينه صلاح لاعتبارات ما اعرفش بقى، هل هي تخصه تخص المدير الفني، تخص الاختلاف ما بين وجوده مع المنتخب هنا ومع المنتخب. لفتره من الفترات الناس كانت متوقعه منه حاجات كتير ما شافتش قوي اللي هي كانت مستنيه منه، فده خلى البعض ينتقد ويتحفظ. بس هو ما لكن أثرش على صعيد الكلام عن محمد صلاح ما هو ما أثرش. بص بالنتائج بالارقام متفوق على ناس كتير جدا جدا في كره القدم سواء عالميه او مصريه. الراجل كان بيجي يأدي وبيأدي دوره على اكمل وجه، بس كان في ضغوطات لما كان في المنتخب والنتائج ما ساعدتناش، وكان في اجهاد غير طبيعي عليه هو بالذات. الوحيد اللي لعب المباريات 120 دقيقه، لما يلعب ماتشين او ثلاث مباريات والضغط اللي عليه وفي الاعلام والضغط اللي في الملعب والضغط، كل مباراه بتلاقي اثنين ثلاثه بيخبطوا فيه في الملعب طبعا. مفيش مسانده ولا مساعده فنيه في الملعب كامكانيات لعيبه ان يشيلوا الضغط اللي عليه او العبء اللي عليه او يخلقوا له مساحات عشان في طريقه اللعب. كل الحاجات دي كلها بتفرق معاه. لما نيجي بقى على بره زي مثلا بيعملوا مقارنه بصلاح مثلا وبنزيما او باللعيبه اللي بره، صلاح في الدوري الانجليزي يعني الارقام اللي حققها السنه دي، هو خسر دوري الابطال ما توفقش في البطوله عندهم في الدوري الانجليزي، بس وصل لغايه اخر مباراه لغايه تلت ساعه وليفربول بينافس لحد ما السيتي خد البطوله. ليجي واخد احسن هدف، هدف عالمي، ده خد كل الجوائز تقريبا، هدف عالمي يعني. يدرس اللي جابه في المان سيتي يوقعهم في الارض يقومهم، جايب جون عالمي. واخد احسن لاعب في رابطه المحترفين، واخد احسن اسيست، عامل 13 تمريره، واخد هداف الدوري الانجليزي مكرره، شفت مرتين او ثلاث مرات كانت مناصفه السنه دي، واخد حاجات ارقام فرديه عاليه جدا جدا جدا، ما حدش يقدر يجي ناحيته. الراجل يعني ربنا يوفقه ان شاء الله في اللي جاي. لا لا لن يكسر. بس احنا هنا انا شايف المعامله مختلفه عن بره. بره الناس بتتغنى بيه، بتروح الشوارع. هقول لك على حاجه، انا ما شفتش بوست لصلاح في قلب القاهره او جنب مثلا الملاعب اللي احنا بنخشها لمحمد صلاح. ده في انجلترا البوستات كبيره جدا جدا، الوحيد اللي في اللي هو مثلا فان دايك على والمدرب بتاعهم حاطين لهم بوستات كبيره. بس على الملعب هناك عند ليفربول ولا ان جنرال في البلد، في البلد بتاعته في انجلترا في اماكن معينه في المكان المحيط بمشجعين ليفربول، يعني الاهتمام كبير جدا جدا. هنا احنا بنفطس، مش عايزين. هقول لحضرتك حاجه، كلامك صح، بس جدا لا لا كلامك صح، بس الميديا. مش ده العام، مش دي النظره العامه. بس في بعض الاشخاص دي موجوده، بتبقى موجوده في كل مجتمع، اللي هم الاشخاص الفشله دايما بيحاولوا ان هم او بيبقوا نفسهم كل الناس الناجحه تحديدا تبقى فاشله زيهم. دي ثقافه موجوده في اي حته في العالم. فمين اللي هيطلع ينتقد او هيطلع يشمت او هيطلع يعمل في محمد صلاح او اي رمز ناجح؟ بيبقى شخص فاشل. يعني احنا انا وكريم قلنا النقطه دي قبل كده وهي واضحه للجميع. فكلام حضرتك مظبوط، بس مش هنقول احنا كثقافه، هي موجوده للفئات اللي هي منعدمه النجاح اصلا. فيسبوك وتويتر حاجات
هو لما بيسمع الحاجات دي من جواه برضه بيكون منزعج، هو ما بتفرقش والله معاه. الواحد مش المفروض يلتفت اصلا، يعني مين اللي بيتكلم؟ انا عشان التفت لحد بيقول حاجه لازم يبقى له قيمه. يعني فمين اللي بيتكلم؟ بس يعني هو لما الناس تيجي تتكلم عشان نكون واقعيين، ما فيش حد لا مؤاخذه يعني لازم نكون واضحين وصرحاء، ما فيش حد يجامل حد. لما ناس تيجي تقول لك ايه انا هشجع النهارده ريال مدريد عشان انا ايه، ما تفرقش مثلا معايا محمد صلاح لان انا بتشجعه من قبل ما صلاح ما يلعب كوره، ده احنا بنشعلق في اي حد ناجح طبعا، في السياسه، في الفن، صح، في الرياضه، في ده احنا بيرفع لك اسم مصر في الاخر. انت بتروح اي دوله اوروبيه بيشوف الجواز يقول لك مو صلاح، معلش يعني كان بيبص لنا بنظره ثانيه، الراجل رفعنا في السماء. ده لازم يعني انت لو انت مش بتشجع ريال مدريد ولا برشلونه ده انت تعمل كده اكنك مش شايفهم وتقول صلاح. انت حضرتك رديت على 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 النقطه بنفسك، ما تزعل. القصه اهو، هو بيبص في الباسبور المصري يقول لك مو صلاح، حد بقى هيبص في الباسبور المصري يقول فلان اللي هو مش عارف اسمه ورده الحياه ولا مش عارف ايه، على استفزاز على السوشيال ميديا اللي بينتقد محمد صلاح. استفزاز لعيبه قدامى، لا ولا نلتفت يعني لعيبه قدامى ونقاد وناس رياضيين. لا انا مع يا اخي خبي الكلمه، راعي مشاعر الناس الثانيه اللي بتحبه. اصل هو في الاول والاخر ده مصري يعني. لا هو ما فيش ازمه ان حد يشجع فريق مختلف، على فكره دي رياضه في الاول وفي الاخر. بس لكن انا لا انتقد ولا اقلل من محمد صلاح كرمز مصري ناجح في الخارج يعني. لما تتسالي يبقى انت كعاطفه وانت مصريه هتقولي انا مع صلاح. في ناس تقول لك انا بشجع اكس بس انا مع صلاح، يعني دي برضو موجوده، بس مش هنقول ان دول يعني. الواحد بصراحه بيبقى منزعج من الحاجات دي، لازم كلنا نتكاتف. هو ان شاء الله مع المنتخب زي ما كريم تفضل بيسال يعني الفتره الجايه. صلاح عليه عبء كبير جدا، قائد عنده خبرات دولية محلية، لازم يشد من أزر برضو اللعيبة ويديهم باور مع الكابتن إيهاب جلال ويكون مساند قوي جدا جدا مع المدرب، لأنه عنده خبرات كبيرة. فبرضو بتفرق مع أي مدرب أن يكون معاه لعيب زي صلاح والناس المحترفين اللي هي على مستوى عالي. طبعا أكيد هيفيدوا في الحتة الفنية برضو في أي حاجة كاستشارة فنية، لأن في الأول وفي الآخر المصلحة عامة. ومصلحتنا ان احنا نتكاتف كلنا من اول صلاح لحد الفرقه كلها، لازم نبقى ايد واحده.